ينضم إلينا عبر سكايب من برلين النائب السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قرصلي. بعد مرحبا بك دكتور جمال. بداية، يعني تهديد وزير الداخلية الألماني باستقالته بسبب خلافه مع ميركل على خلفية أزمة الهجرة، ماذا ينتظر المهاجرين في الأيام المقبلة؟ للأسف الآن كل الضغوط تتجه باتجاه المهاجرين، حتى قمة بروكسل الأخيرة كانت على حساب المهاجرين، على حساب أن يجعلوا من أوروبا قلعة حصينة لا يصلها أحد، أن يحموا حدودها بقوات جديدة تسمى فورتكس، وأن يرجعوا كل لاجئي أو يجدونه في البحر الأبيض المتوسط أن يرجعوه إلى أوروبا، وكل دولة تحاول أن تبني أسوارا حول بلدها، وكل دولة تقول اللاجئ الجيد هو اللاجئ الذي ليس هو في بلدي، أن يكون في بلد آخر. والآن للأسف هم يعني زادوا القوانين يعني صرامة، وزادوا الضغوط على اللاجئين، وما يريده زيهوفر هو أكثر من هذا. زيهوفر يريد أن ينافس اليمين المتطرف في ألمانيا ويكون يمينيا أكثر منهم لكي يحد من عدد اللاجئين. ولكن هنا في نقطة مهمة يجب أن يعرفها السادة المشاهدين، بأن حقا عدد اللاجئين الذين أتوا إلى ألمانيا في هذا العام لا يساوي العشرة الذين أتوا في عام 2015. إذا العدد نزل بشكل كبير، ولكن لا زالت الضغوط تتم على المهاجرين، ويوجد توتر كبير، وهذا التوتر اللي حصل ممكن أن يؤدي إلى نهاية الائتلاف الحاكم الآن في ألمانيا. طيب، يعني ميركل متمسكة بموقفها تجاه المهاجرين، ما سبب ذلك؟ هل الأسباب ترى أنها إنسانية فقط أم أن لها دوافع سياسية؟ طبعا هي دوافع سياسية. ميركل تعرف أن ألمانيا هي القاطرة الأساسية للاتحاد الأوروبي، وأن ألمانيا هي التي تتحمل العبء الأكبر بالنسبة للاجئين، ولكنها كذلك تعرف ظروف الدول الأخرى، تعرف ظرف اليونان، تعرف ظرف إيطاليا، هذه الدول التي هي على الحدود والتي يأتي إليها اللاجئ في الأولا. وهناك يريد زيهوفر ومن يفكر مثله أن يرجعوا هؤلاء اللاجئين إلى الدول التي قدموا فيها طلب اللجوء الأول، أو ما يسمى باتفاقية دبلن. فإذا بهذا الشكل يكون العبء كبير، وهذا ممكن أن يفجر منظومة الاتحاد الأوروبي. ونحن نعرف الآن أوروبا تعاني من موضوع خروج بريطانيا، أي موضوع بريكسيت، ولا تريد ميركل أن يتفجر البيت الأوروبي ويتمزق الاتحاد الأوروبي. وأنا أقول هنا، وللأسف ما يحصل الآن هو نتيجة فشل أوروبا والاتحاد الأوروبي بأن يجد سياسة موحدة بالنسبة للهجرة وللاجئين، لأن كل دولة تحاول أن تفكر فقط بأنانيتها بوضعها الوطني، ولا تفكر بشكل عام بوضع أوروبا بشكل عام. هناك ولكن ميركل تفكر بهذا الأساس، ولذلك تريد أن تحمي الاتحاد الأوروبي من هكذا التوتر. هل يمكن يعني أن يهدد موقف ميركل هذا حكومتها التي شكلتها بعد جهد كبير، أم أنها سترضخ ربما مضحية بالمهاجرين؟ أنا أتصور الآن هم حاولوا أن يجد الآن زيهوفر وزير الداخلية الألماني تراجع عن استقالته، والآن ممكن أن يبقى وزيرا للداخلية، ولكن هذا جلب نوع من المناخ والمزاج والتوتر في داخل هذه الحكومة. وأنا أتصور هكذا حكومة لن تطيل كثيرا، سيكون التوتر دائما في داخلها، ولا أتصور أن يكون يعني النجاحات في الحكومة بهذا الشكل. وربما عاجلا ام اجلا سيغادر زيهوفر هذه الحكومه. فاذا هذا الموضوع حقا الان يوجد اجتماع في بين كتل الائتلاف الذي يحكم في المانيا، والذي انضم اليه الان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولا نعلم ماذا سيقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول ما اتفق عليه الحزبين الاخوين، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، لانهما اتفقا أن يبقى زيهوفر وزيرا للداخلية، وأن يعمل هناك على الحدود الألمانية مراكز ترانسفير، يعني أن يجمع اللاجئين، اللاجئ الذي يدخل من الحدود كما في المطارات، أن يوضع في معتقلات في مراكز، ويتم البت هناك في 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 في, في طلب لجوئه. وأنا ماذا سيقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالنسبة لهذا الموضوع غير معروف، ولكن كما قلت الاجتماعات بدأت من اليوم صباحا وإلى هذه الساعة لم تنتهي بعد. كيف ترى الموقف الأوروبي تجاه المهاجرين؟ يعني تتوقع أن تلتزم ألمانيا بما سيتفق عليه الاتحاد؟
أنا أتصور ألمانيا ستكون أكثر التزاما، يعني وخاصة حكومة ميركل، ولكن للأسف الوحيد المتشدد في هذه الحكومة هو وزير الداخلية. وزير الداخلية للأسف يعني الآن يتصرف بشكل أناني كبير، لأنه هو رئيس حزب المسيحي الاجتماعي، وهذا الحزب موجود فقط في مقاطعة بافاريا، وقطاعة بافاريا هي فقط 10 ملايين نسمة، وهم لديهم انتخابات المقاطعة أو الولاية في 14 أكتوبر كانون الأول. فلذلك يعمل الآن بشكل حملة انتخابية لحزبه، وهو يخاف أن يخسر الأغلبية الساحقة التي هو لدى حزبه منذ عشرات السنين. فإذا هو هذا الموضوع، هو يريد أن يكون أكثر يمينية من الحزب البديل الذي دخل البرلمان الألماني في الدورة الماضية، وهذه حقنا المشكلة. ولكن ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي هم مع هذا الاتفاق ويلتزمون بهذا الاتفاق، وهم يعرفون بأنهم سيتحملون أكبر أعباء يعني اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. وعلينا أن ننوه هنا بأن كل دول الاتحاد الأوروبي لن تأخذ عدد اللاجئين الذي أخذهم الأردن. تركيا لوحدها أخذت حوالي 3 أضعاف ما أخذه كل الاتحاد الأوروبي. أنا أصور هنا الجعجعة كبيرة والصراخ كبير، ولكن حقا الموضوع ليس ذلك، ولكن هذا كله وقوع أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة التي للأسف تنمو في أوروبا، والتي تصعد على أكتاف اللاجئين والعرب والمسلمين. نعم. وهذا الذي يجعلهم يكبرون وينمون. نعم. ويهولون المشهد أمام المواطن الأوروبي بشكل عام. النائب السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قرصلي، شكرا جزيلا لك.